من أدى العمرة هل عليه طواف وداع؟ ليس عليه وداع واجب، لأن العمرة ليس لها وداع، الوداع إنما هو للحج، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا في الحج، ولم يقل في العمرة كذلك، ولم يأمر المعتمرين مع كثرة من يعتمرون، ما أمرهم أن يطوفوا للوداع.